قناة ذوق وبنا ترحب بكم، أهلا وسهلا بالجميع. شان لو بونغو سوايي لي بيانفوني، غود تيستورنل ويلكم. السلام عليكم متتبعي الكرام، مرحبا بكم في ذوق وبنا، مرحبا بضيوفنا الجدد. اليوم على بركة الله راح نحضروا ساندويتشات بخبز خفيف. تفضلوا معايا نشوفوا المقادير. عندنا 300 غرام تاع الفارينة، مغرف كبيرة تاع السكر، مغرف صغيرة تاع الخميرة الفورية، وعندنا كيس خميرة كيميائية، عندنا ملعقتين كبار تاع الزيت، وعندنا ملعقة كبيرة تاع المايزينا، وعندنا ملعقة صغيرة تاع الملح. هذه المقادير. أول حاجة راح نديروها أخواتي، ندو أن غيسيبيون نحطو فيه الفارينة تاعنا، نزيدو نضيفو الملح، المغرف نتاع السكر، الخميرة الفورية والخميرة الكيميائية، نزيدو المغرف نتاع المايزينا، ملعقة كبيرة نتاع المايزينا، ونزيدو الزيت. هذه العجينة نتاع الخبز الخفيف اللي يجي تقريبا كيما لاكريب ولا البغرير. البنات ايضا الماء دافي، نجمع هكذا العجينه غير بالعقل، نخلطوا كامل المكونات مع بعض، هذو لي زانغغيديون. راح نضيفوا الماء غير بالعقل، راه عندي ربع لتر تاع الماء، ولا خصني راح نزيد. راح تجي العجينه تاعنا ليكيد، هنا راح نجمعها غير بالعقل. راح هي لاباط تاعنا، هذا هو القوام تاعها، شوفوا كيفاش تكون البنات. هذا هو القوام تاع لاباط تاعنا تاع هاد الفطائر البنات. بعد ما سخنت المقله راح نفرغوا الخليط نتاعنا داخل فيها، راح نمشوه كامل على المقله، نمشوه كامل فوالا كيما هكذا. الخبز اخواتي شوفوا يجي كيما البغرير، يثقب عادي جدا من هذه الجهه، وراح نقلبوه نطيبوه في الجويه. معذره البنات، المقطع نتاع الحشو راح لي، كنت ديت قطعه لحم وضفت لها اربع سنات نتاع الثوم، رحيتهم كامل مع بعض، حطيت في المقله ملعقتين كبيرتين نتاع الزيت، قليت مليح هذاك اللحم في ذيك الزيت، خليته يتقلى بيان كي تحمر لي، ضفت له شويه نتاع البهارات، شويه قرفه، شويه راس الحانوت، شويه زنجبيل، وريقات نتاع الزعتر، حطيت له غير شويه نزيدو شويه نتاع باش نخرج له لو جو. كي شاف هذاك الماء فقست عليه زوج حبات نتاع البيض. هذا هو الحشو نتاعنا اخواتي، وهذا هو الخبز، وعندنا شرائح الطماطم. رايحين على بركه الله نحضروا لي ساندويتش نتاعنا، تفضلوا معايا البنات. الحشو حطوا له الملح حسب الذوق، ولهنا نوجدوا ساندويتش تاعنا، نحطوا هذاك الخبز في طبسي، نفرغوا القليل من هذيك لافيون داشي. رايحين نضيفوا الجبن، فوالا راح نقسمها هكذا. اذا كان عندكم فخوماج كاغي ولا تقدروا تستعملوه، انا عندي يحضرني هذا، راح نستعملو هذيرا. فوالا هذا ثاني يجي بنين ما شاء الله، شاف ولا تشيزي ولا اي جبن يكون متواجد في البيت اكيد راح يعطي مذاق روعه للساندويتش نتاعنا. هذه هي البنات، فوالا راني حطيت قطع الجبن اخواتي، دوك راح نحطوا لي غونديل تاع لا طوماط تاع الطماطم. بعد ما حطينا الشرائح تاع الطماطم اخواتي، راح نغرقوا لو ساندويتش نتاعنا كيما هكذا، تكونوا موجدين ان كوردون في حبه تاع الزيتون، راح نحطوها هكا كزينه. الطماطم حطوا لها شويه ملح باش تجيكم بنينه البنات. هذه كانت وصفتنا لنهار اليوم اخواتي، ساندويتش باللحم المفروم، الجبن والطماطم، يجي بنين ما شاء الله. نتمنى انكم تجربوا هذا الوصفه اخواتي. كي تبغوا تسخنوه البنات سخنوه عادي، اذا كانت عندكم بانينوز، واذا ما كانتش متواجده تقدروا تسخنوه عادي في الفوغ، برك نحولوا هذاك الزيتون. هذه هي البنات،
ما بقى لي غير نقول لكم بقاو على خير، تهلاو في روحكم بزاف، نتلاقاو في الخير وعلى خير ان شاء الله. في ذوق بنا، مع السلامه. شكرا على مشاهده الفيديو، ميرسي دافوار ريغاردي لا فيديو.